كنشوف شعيب ميتر شوكولاتي ماروكا حاصل على جنسية أمريكية، عشت في الولايات المتحدة الأمريكية لعشر سنوات. من بعد حصاد ديال إكسبيريونس ديال سنوات رجعت للمغرب. بدا الباركور ديالي من المغرب، أنا خريج معهد مغربي وأفتخر بذلك، اللي هو لانستيتي أوتيليار دو بولو. من بعد اشتغلت في أكبر شركات لإنتاج الشوكولا، ثم انتقلت إلى شركة عالمية اللي هي تتواجد ما بين المغرب والديار البلجيكية. شاءت الظروف على أنه انتقل الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2005، ومن ثم بدأ كاريير خر في عالم الشوكولا بالولايات المتحدة الأمريكية. هو السر في التواجد ديالي في هذا العالم، اللي هو عالم الباتيسري شوكولاتري كونفيزري، هو من بعد ما كنت دراسة ديالي بديتها في الجامعة، بل على أنه المغرب في حاجة إلى شباب اللي عنده تقنيات سكيلز، فلي ديبلوم بيدون الشواهد الفارغة ما بقاتش نافعة في المغرب، خصوصا على أنه المغرب كان في فترة انتقالية، اللي هو على أنه تكوين الشباب تكوين تقني، فكان الاتجاه ديالي لتلقي فورماسيون تدريب، وشاءت الظروف على انه هذا التدريب يكون في اول بروموسيون بدات في المغرب، هي لا شوكولاتري كونفيزري، وانا من حامل الدبلوم ديال لا كونفيزري شوكولاتري من المعهد المغربي، وسيرت بهذا الدبلوم هذا مسار ديال سنين، والان فانا افتخر على انه جو سوي ان شوكولاتي ميتر شوكولاتي كونفيزور باتيسي، اللي يمكن عنده اكسبيريونس اللي كيبارطاجيها مع اولاد الشعب اولاد المغرب، الناس اللي خاصهم هذا النوع من الفورماسيون وهذا النوع من التدريب. ما يميز المهنه ديالي هو حبي لهذه المهنه هذه، فالشوكولا كتبقى شيء رفيع، شي حاجة اللي لا يعني ما تسهلش إلا أننا نحبوها. فتسعود من عشرة تحبوا الشوكولا، والعشر كذاب، سكيفي عشرة كاملين تحبوا الشوكولا. والشوكولا هي واحد سهل الممتنع، ودي نورم لي تمبيراتور هي أرقام، إلا كتحترمها كتخرج الشوكولا، فلازم تمزجها بالحب ديالك، ولكن لازم يكون التدقيق في التعامل مع هذه المادة الرائعة الجميلة. يرجع الفضل لي غروند شاف الحلويين لي باتيسي ماروكان اللي ابدعوا في انتاج الحلويات المغربيه المعروفه ككورنغازيل كغريبه بزاف الانواع اللي هي وصلات للعالميه وبمذاقات مغربيه. فانا استوحيت هذه الفكره من هذاك العالم اللي ساهموا فيه الحلويين ولي باتيسي ماروكا، وحاولت على انه نقدم الشوكولا بهذه المذاقات اللي هي كل ما فيها الهاني، العسل، ارغان، صافرون، كل ما هو حامض، نعناع، فليو، فكل ما راس الحانوت، الخزامة. الثمن ديال الشوكولا كيحدد الجودة ديالو، والجودة ديالو كتعرف من خلال
المحتويات ديال الشوكولا في حد ذاته. فالشوكولا نوار مثلا فيها ثلاثة ديال لي زانغريديون اللي هما معروفين، سكر، كاكاو والبوغ دو كاكاو، ثلاثة. فالجودة كتنعكس على جودة الكاكاو المصنوع منها الشوكولا، وكمية الكاكاو الموجودة في الشوكولا، ووجود ديال بوغ دو كاكاو الموجود في الشوكولا. هادو هما العناصر اللي كيحددوا الجودة ديال. فملي كتكون كمية الكاكاو، الكاكاو في حد ذاته هو جودة عالية، وكمية الكاكاو الموجودة في الشوكولا كتعطي كتعكس الجودة، وجود البوغ دو كاكاو اللي كيعطي لها فلويديتي ديال الشوكولا، فهذا رمز للجودة العالية ديال الشوكولا. الشوكولا بالنسبة لي فهو شي حاجة اللي هي جميلة بزاف، شي حاجة اللي كتمنحني سعادة من بعد السعادة اللي كنتلقاها من 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 العائلة الصغيرة ديالي. فإلا ما كنتش مع أفراد عائلتي الصغيرة فأنا مع الشوكولا. فالشوكولا هو منبع سعادة ومنبع الفرح. فإن لم نقول أن الشوكولا تجري في دمي، فيمكن أقول على أنه نصف دمي، نصف الدم الذي يجري في عروقي فهو شوكولا. هو الشوكولا في حقيقة خلق لكي يعطي السعادة للمرأة أكثر من الرجل، فهو ينشط هرمون الأندروفين، ولهذا فتناول النساء للشوكولا يعطيهم يعني يغير الحالة النفسية ديالهم، وكيصبحوا كيعطيهم واحد الإحساس بالسعادة، ويعطي للرجل إحساس بالأفضلية. فالرجل عندما المرأة عندما تتناول الشوكولا تحس بالسعادة، والرجل عندما يتناول الشوكولا يحس بالأفضلية، وأحيانا يعطيه إحساس يعني لا يمكن أن يتخيله الإنسان. فهذا هو يعني السر في وجود شوكولا يعني مطلوبة عالمياً.